صباحا واهلا وسهلا على الكنال. اليوم بدي اتحدث معكم عن الاغطيه الاساسيه الاوريجينال من شركه سامسونج للتليفونات تاعيتهم الجديده. عم بتحدث عن تليفون الاس 22 والاس 22 بلس وحتى الاس 22 الترا اللي انا معي هون. الاغطيه هدول اوريجينال اصليين من شركه سامسونج ومعمولين لهالتليفون. خلينا نشوفهم. شكرا جزيلا على كل الناس اللي من الاشتراك. خلينا نشوف الاغطيه الاصليه للاس 22 الترا. اعملوا لايك وسجلوا على القناه حتى دائما تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديده. هدول هن كل الاغطيه اللي انا جبتهم. عندنا البروتكتيف ستاندينج كفر وجبته هون بالازرق. عندنا الاس فيو فليب كفر، هيدي بنقدر نفتحها وبنشوف الشاشه شوي عليها. عندنا الاي دي السمارت ال اي دي فيو كفر جديده اللي نزلوها، والجلد كمان هون الليذر كفر جبته بالاسود. عندنا هون السيليكون كيس موجوده كمان بالاسود، وعندنا الغطاء اللي نقدر نشوفه بنشوفه عبره حتى نقدر نشوف لون التليفون. مثل خبركم انا تليفوني لونه اخضر، بحب شوف الالوان عليه للتليفون. الشغلة الوحيدة بدي أقول لكم إنه في غطاء أنا ما عندي هون موجود بعده على شركة سامسونج. هذا الغطاء بيكون بيستعمل نفس الشيء هون، بيكون السيليكون كيس بس معمول عليه مثل الشريط ورا مثل ما شفناه بالزي فليب 3. هداك نقدر نمسكه بدل ما يكون عندنا باب ساكت ولا شغلة حتى نقدر نمسك التليفون مزبوط من ورا. بس الغطاء هو نفس الشيء، يعني السيليكون بس عليه شريط من ورا، وإذا بدكم تجيبوه على إيدي بنشوف كيف بيمشي هون. أول غطاء حنبلش عليه هلا هو مسميينه البروتكتيف ستاندينج كفر. هو لونه أزرق بس مثل ما عم تشوفوا فينا نشوف عبره. في عندنا اثنين كيك ستاند، واحد صغير وواحد كبير موجودين بقلب الغطاء، وعندنا موجود هون الجريب موجودين على اليمين والشمال. هذا حيمشي مع أي تليفون S22 S22 Ultra، مجرد ما تجيبوه بفوت عليه دغري مزبوط. الحلاوة فيه هذا إذا بتحبوا تستعملوا مثل الشريط اللانيرد اللي عليه للتليفون تقدروا تحطوه على اليمين يا إما على الشمال، موجودين على اثنيناتهم. الجريبس مثل ما قلت لكم اثنيناتهم معمولين منيح كتير. فتحه هون للميكروفون، الفوليوم راكر والباور بتن. لتحت عندنا فتحه لليو اس بي سي للميكروفون تبع الكاميرا زياده. مش بس هيك، كمان عندنا السماعه ونقدر نسحب الاس بن بكثير هين مزبوط كتير منيح لنعمل سكرين اوف ميمو. الشاشه عليها كمان مثل الرفعه موجوده لفوق ولتحت حتى تحمي الشاشه، واللمزات موجوده ورا مثل ما بتشوفوا صاروا لجوا، سو معناته التليفون بيضل عنده البرمي هيدي اللي بتصير مثل ما كنا شايف من قبل، الكاميرات موجودين لوحدهم واقفين. سو بنحمل الكاميرات والشاشه وكل شيء مزبوط. خلينا نجربها هلا مع الوايرلس تشارجنج، المفروض تمشي مزبوط كتير حلو. اعطيها ثانيه مثل ما عم نشوف بتمشي مزبوط وما في اي اشكال. شغله كمان لازم تعرفوها انه بقلب العلبه بيعطونا قطعتين زياده، هدول الكليبس الموجودين بقفال العلبه. هلا الاصليين جايين ازرق مثل الغطاء الموجود هون، بس اذا بدكم تحطوه تقريبا لون ثاني هذا بيكون قريب اكثر من اذا جبتوا واحد اخضر مثلي، فيكم تغيروهن عليهم. بس بديموه من هون بتحطوه له بتبدلوهن، واذا لا سمح الله انكسروا ولا ضاعوا عندكم على ليلي سبير. طيب هلا الاغطية الثانيين اللي حنشوفهم هون حيكون الواحد الغطاء هون على الشمال حيكون الجلد، وعلى اليمين سيليكون. اثنيناتهم تقريبا اثنيناتهم شكلهم نفس الشيء، بتشوفوا المنظر موجود نفس الشيء، اثنيناتهم فلات لفوق بنشوف انه بيمشوا مزبوط وبيغطوا الكاميرات من ورا. هنبلش اول شيء بالغطاء الجلد، بنحطه دغري مزبوط هون، بنركبه على التليفون وبس بدكم تسحبوه من تحت وكبسه من تحت. عندنا كلمة سامسونج، في عندهم عدة الوان من هون، انا اخترت الاسود بس فيكم تنقوا اللي انت بدكم اياه. عندنا الغطاء هون للزر وللفوليوم راكر، هدول الزرار منهم موجودين بقلب الغطاء. هون كمان مفتوحة فتحة تحت مع الميكروفون، السماعة، الأسبان، وكمان عندنا مفتوحة هون كل الميكروفون الثاني. شكلها كتير حلو. مثل ما قلت لكم في ألوان تانية للجلد إذا بتحبوها فينا كمان نستعملها، نحطها على الوايرلس تشارجر بنغير أشكال. الغطاء هون شوي في فرق شوي صغير عليه هون، إنه مثل ما عم نشوف هذا عم يمشي. الموجودة هون المادة مثل موجودة بالغطاء الجلد كتير ناعمة وما بتأثر على التليفون تبعنا. من برا بس معمولة سيليكون، هيدا الفرق كبير بيناتهم للغطيين. الشغلة الثانية كمان اللي بنقدر نشوفها انه بس المادة الموجودة هون مختلفة عنا للتانية، ومثل ما قلت لكم في غطاء تاني موجود عليه هون على الويب سايت تبعهم، عنده الشريط اللي بيجي من ورا حتى يقدر يمسك التليفون من ورا مثل الباب ساكت. هيدا موجود بالغطاء التاني ما قدرت تجيبه لانه كانوا ما عندهم اياه موجود لما انا عم جيب الاغطية هدول كلها، بس هو الغطاء نفسه السيليكون غطاء مع الشريط تبعه. اذا عجبكم هذا الموديل وماشي مزبوط لكم الا ما يكون عندكم بيمشي مزبوط حلو، مثل ما قلت لكم اخر شيء كمان بنقدر نحطه على الوايرلس وبيمشي مزبوط. هذا كله مثل العادة الاغطية تاعتهم لسامسونج ما فيها اشكال الا اذا عم نجيب اغطية كتير سميكة اللي بنقدر نستعملها على الوايرلس تشارجنج. هلا هذا الغطاء موجود هون كتير حلو، ليه؟ لانه ما قدر نشوف الغطاء اللون تبعنا على التليفون، هذا هو السي ثرو وعنده كمان الكيك ستاند موجود هون بيكون كتير منيح. الشغله الوحيده بقول لكم اياها انه هذا الكيك ستاند قوي كتير ومظبوط، هذا بنقدر نستعمله لنحط التليفون بهالشكل، وكمان فينا نستعمله لنحط التليفون بهالشكل وكتير حلو، هذا اقوى كيك ستاند شفته من قبل. الحلاوه فيه مثل ما قلت لكم لانه سي ثرو فينا نشوف اللون تبعنا على التليفون، معناته نقدر نستمتع باي غطاء. انا معجب كثير بالغطاء الاخضر بالتليفون الاخضر، يا اما كان حيكون اخضر يا اما ازرق، بس سامسونج الله يخلينا اياهم الازرق كان حينطوني للنص مارش، وما انا ما بدي انطر لهالدرجه، شو جبت الاخضر ومبسوط فيه.
مثل ما قلت لكم الكيك ستاند حلو، فينا نعمله هيك ونحطه على الطرف بيمشي مزبوط، وفيكم كمان تقلبوه وبيوقف مزبوط اذا بدكم تحطوه على الطاوله لتستعملوه. الشغله اللي لازم تعرفوها انه حيكون عندنا بس نحن نضج صغيره موجوده لورا ومعموله فلات، معناته اذا حطينا التليفون دغري هيك حيمشي مزبوط، بس اذا بدنا نستعمله لازم نعرف انه حيكون نازل شوي لورا. الكاميرات مغطيين كلهم ماشي حالهم، عندنا غطا هون على الزرار الفوليوم والباور بوتن، فتحه للميكروفون فوق وكله لتحت. هذا حلاوته كمان بيمشي مزبوط مع الوايرلس تشارجنج، ومثل العاده بنشوفه على التليفونات تاعت سامسونج ما في اشكال. هلا الغطاء اللي عم نطلع عليه اسمه ال LED فيو كفر، سمارت ال LED فيو كفر. هذا الغطاء ما عنده ال LEDs موجودين فيه لهون على اليمين لفوق، وفينا نفتحها، فينا نحط كمان شويه مصاري هون على الشمال. الغطاء هون منيح معمول ماده كتير ناعمه، وفي عندنا فتحات لللمزات موجوده ورا. بنحط التليفون فيه مثل العاده، بنفوته من اول فيه لفوق، بنكبسه كبسه بيمشي مزبوط. الغطاء بيسكر وبيفتح لنا ال LED كفر. انا هلا عم بلعب غنيه عليه للتليفون بس الفوليوم لتحت، سو اذا بعلي الفوليوم فيكم تسمع صوت الغنية وماشي مزبوط، وبنقدر نشوف كيف بيطلع الفوليوم عليه. إذا طفيناه ودويناه مرة تانية في موسيقى عم بيلعب بيعطينا هيدا، إذا ما في موسيقى عم بيلعب بيعطينا الصوت، وفيكم تعملوا كمان كاستمايزيشنز عليه. هلا هيدا الغطا لازم يتنزل عليه تطبيق، معناته مجرد ما تفوتوا التليفون بقلبه للغطا، التليفون لما بتفتحوه بيقول لكم بدنا ننزل تطبيق عليه للتليفون. لنفوت عليه من هون بنرجع بنعمل لتحت، بنجي على السيتنجز، من السيتنجز بنطلع تحت للادفانسد فيتشرز، بننزل لتحت لهون اندر اكسسوارز. بنشوف صار عندنا هون ال LED editor، فينا نفوت عليه هون عندنا نعمل الكاستمز اللي نحن عاملينه، انا عملتها هيدي من شوي، وعندنا البريلودد فينا نختار هون ونحطهم كمان للكونتاكتس الموجودين بقلب التليفون، مثلا بدكم شيء خصوصي لزوجكم للعائله للولد للام اي حدا فيكم تعملوا خصوصي، مجرد ما يردوا ويتصلوا فيكم يعمل لكم شيء بيطلع لكم شخص شغله خصوصيه هون لفوق. وفيكم كمان تظبطوها وتغيروا السيستمات الموجوده فيها. خلينا نعمل انلوك. غير هيك كمان فينا ندور على المكالمات للنوتيفيكيشنز، وفينا نشوف الاباوت، في عندنا اليوزر مانيوال كمان اذا بدكم تشوفوا المعلومات عنه كيف تستعملوا للغطاء. مثل ما تشوفوا لما نحطه على الوايرلس تشارجنج كمان بفرجينا قد ايه كميه البطاريه وعم نشارجه للتليفون. شغله كتير منيح. الشغله الوحيده اللي ما معجب فيها كتير مش انه الغطاء ما منيح، الغطاء ما بيضل مسكر، ما عندنا مغناطيس ليسكر الغطاء، لما بنفتحه بيفتح بسرعه، لما نفوته من قيمه من جيبتنا مثلا وحاطينه على الطاوله، اذا ماسكين التليفون بالغلط هيك حيفتح ويعمل هيك، سو اذا حاطين شغله هون ولا شغله هيك ما بعتقد مزبوط على الاخر. بس بيني وبينكم اذا بدكم غطاء يكون عنده ال LEDs ويغطي، في عندنا السماعه فتحه لفوق كتير منيح بيغطي التليفون من كل الجهات موجوده، ما في مثله. فيكم كمان تفتحوه وتحطوه على الطاوله هيك على القفا حتى تقدر تستعملوا التليفون العادي. بعتقد انه فينا نقدر نستعمله هيك كغطاء لنفتح الفيديو، بس هون ما بعرف ليه الطاوله تاعيتي عم تزحط على الاخر، بس مفروض تمشي. اخر شيء مثل ما عم بقول لكم هيدا سمارت ال اي دي كفر معمول خصوصي للتليفون الاس 22 الترا، بس مثل ما شفناه قبل انه هيدا موجود على عده تليفونات ثانيه كمان بالسوق. سو هيدا الغطاء موجود اخر شيء اسمه الاس فيو فليب كفر، هيدا عنده فتحه موجوده هون لفوق على اليمين، اثنيناتهم مثل ما شفنا الغطاء القديم والجزء الثاني اللي شفناه من قبل الاس ال اي دي، اثنيناتهم عم بيشتغلوا بس على اليمين لفوق، غيروها من السيستمات اللي كنا نشوفها من قبل، وما عندنا شيء موجود مثل ما عم بتشوفوا مفتوحه هون على الاخر. المعمول هون من جوا دغري ناعم ومنيح ما بيأذي تليفوننا، وعندنا فتحات لللمزات موجوده ورا، فينا نحط التليفون دغري من فوق، واحد اثنين واحد اثنين، ولما بنسكره للتليفون دغري دغري بيفتح بيعطينا التوقيت. اول شيء بنشوف التوقيت النهار البرسنتاج تبع البطاريه، وفينا عندنا هون النوتيفيكيشن، اذا سحبت على اليمين بتقول لي انه ما عندنا شيء ثاني، في هون كمان انه في عندنا نوتيفيكيشن، هيدي معموله لانه عندي تطبيق ماشي بالباك جراوند انا هونيك. فتحة للسماعة من فوق وفينا كمان نشوفها من هونيك، كل شيء مغطى ومظبوط، الشغلة الوحيدة مثل الغطاء الثاني انه ما عندنا مغناطيس ما بتغليها مظبوط، عندنا زرار للفوليوم للباور، الفتحة تحت لكل شيء اللي محتاجينه، حتى كمان ميكروفون لفوق. لما بنشرج التليفون هذه شغلة حلوة كمان بتفرجينا شغلة زيادة عليها للشاشة، بتقلنا انه شو عم نستعمل كيف الطريقة اللي عم نشرج للتليفون، وايرلس تشارجنج فاست، وعندنا قد ايه كمية البطارية وقد ايه حتضاين البطارية. هيدي مهمة وبنشوف مثل ما عم نشوف كله مظبوط، حلوة كثير، معمولة خصوصيا للاس 22 الترا، بس مثل ما شفناه من قبل معمولة كمان لتليفونات ثانية من شركة سامسونج. أمنيتي أنا إنه تطلعوا شيء هون بيعجبكم منيح من شركة سامسونج، إذا عم تجيبوا التليفون منهم دغري بتقدروا تستعملوا الكريدت اللي بيعطوكم إياهم هونيك لتجيبوا الأخطي هدول شوي ببلاش، وعلى القليل بينزلوا السعر تبعكم، هلا ما بعرف أنا كيف عاملين برات أمريكا، على القليل بأمريكا هيك عاملين النظام، بعتقد بأوروبا كمان نفس الشيء. بالدول العربية يمكن يكون عندكم سبيسيالات وسولدات معمولة خصوصية لإلكم، سو فتشوا عليها وشوفوا شو بيصير عندكم على شركة سامسونج، بتشوفوا إن شاء الله منيح.
انا بالنسبه لي بيني وبينكم اهم شيء هلا بدي استعمله الهارت بروتكشن هيدي، لاني انا بعد كم يوم رايح على ام دبليو سي ببرشلونه، سو على القليل بدي يكون حميل التليفون من كل جهته، ولما ارجع ان شاء الله كمان يما بستعمل الكلير ستاندينج واما حتى بستعمل الاس فيو. بعتقد انه هدول الاخطيه اثنيناتهم بيكونوا كتير منيح وعندهم مميزات خصوصيه فيهم. الاس فيو والاس فليب الال اي دي والاس فيو اثنيناتهم خصوصيه للتليفونات تاعتنا وبيمشوا كتير منيح وبيعطونا مميزات كتير حلوه. يلا شكرا جزيلا على كل الناس اللي على الاشتراك، بشوفكم ان شاء الله بالفيديو جديد، وحيكون فيديوهات زياده كمان مثل ما بتعرفوا عن تليفوننا السامسونج جالكسي اس 22 الترا والتليفونات الثانيه جاي بالاس 22 كمان بعد كم يوم. بشوفكم ان شاء الله بالفيديو جديد.